ان عيب الاثبات تقلب في حاله معينه، مثلا في التحرش الجنسي المرتكب فضاء مثلا جامعي او فضاء تعليمي، يكون العيب ديال الاثبات ملقى على عاتق المشتبه فيه. يكون مثلا في فضاء مثلا ديال الشغل واحد المصنع مثلا او كذا، في علاقه شغليه يكون قلب عيب الاثبات. كان هذا المقترح جد متقدم، لكن على مستوى التنزيل بالنص بقى ركان جرى الاثبات من القانون الجنائي اللي عندنا الان بحال لي زوتي اللي كنخدموا بهم. القانون الجنائي اي نعم ماده 286 من المسطره الجنائيه كتعطينا عن الحريه ديال الاثبات في الماده الجنائيه، لكن الصيغه ديال القانون ديال المحرمات ضد النساء الان كيطرح فعلا صعوبه في الاثبات امام القضاء. هذه مساله خصنا نعترفوا بها. بين التوصيات كذلك اللي كنعتبرها ان النقاش اليوم ربما نضج بشكل كافي باش يطلب بها، وحال الوقت وانا كنطالبوا بترشيد لجنة القاصرين. ربما الان كرئاسة النيابة العامة وعدد من المؤسسات ديال مجلس التنمية حقوق الانسان والمؤسسة الدستورية، ربما وصلنا لمرحلة اللي خصنا نوصلوا فيها القطع مع زواج القاصرات، ماشي فقط الترشيد ديالو. المسألة ديال معيارات احكام التطليق والمستحقات، الان ربما وصل لواحد المرحله اللي خصنا عندنا فيها احكام ديال التطليق، وخصنا عندنا مستحقات وحاش الشكل اللي هو مضبوط، ومثلا يتم الاعتبار كذلك ان ديك الزوجه طالبه ديال التطليق يتم التحصين ديالها، معرفه الوسائل اللي ممكن ان هذه السيده تحصل بها على مستحقاتها. اي نعم تقدمنا مثلا مدونه اسره لعلاقتها بمدونه الاحوال الشخصيه القديمه، حيث ممكن يوقع الطلاق على مراه كتجريمه من مر الزوج يشبر مستحقاتها. اليوم مدونه الاسره كيتودع المستحقات في الحاله ديال يكون الزوج ولا طلب التطليق، المراه عاد كيتم الاذن بالتطليق. يعني كاينه نقاط اللي ممكن اننا نراهنوا عليها. من خلال مشاركتي في هذا اللقاء العلمي المتميز الذي يتمحور حول ثابت ومتغير من مدونه الاسره، حاولت من خلاله نبين بانه كاين هناك ديال حالات العنف الزوجي اللي كتعاني منه المراه، من خلال مجموعه ديال الارقام اللي تشير بان هذه الظاهره هذه مستشريه داخل الاسر، اللي رصدنا مؤخرا في النيابه العامه من خلال الخليه انه لسنه 2022 تم تسجيل ما يناهز ازيد من 2000 شكايه خاصة فقط بالعنف الزوجي. لذلك من هذا الإطار هذا حاولنا ما أمكن أنه نبينه بأنه راه كاين واحد القانون 113 اللي جانا بتدابير حماية ومقتضيات وقائية جديدة اللي كتسعى وكتصب لا محالة في حماية المرأة المعنفة. منها مجموعة ديال هذه التدابير، منها إرجاع البيت الزوجية، منها تمكين المرأة الحاضنة من المحضون، منها إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء، منها إحالة الضحية على مراكز الإيواء إذا كانت في الحاجة لهذا التدبير. غادي ناخذ مداخلة أخيرة من عند الأستاذة طبعا لبنى، وكنشكركم لأنكم كنتم متكاملين في إطارة تقريبا جميع جوانب الموضوع. انا عندي واحد الاحساس بالرضا انه فريمون قدرنا اننا نجمعوا الشتات، خاصة وان كاين مجموعة من القضايا ومجموعة من الوضعيات اللي هي صعيبة وصعيبة جدا. غنواصل بنفس المنطق بنفس النفس ديال الاقتراح ديال الاستشارة في المستقبل ديال هذا النقاش اللي خصو يكون حقيقي ويمشي للجوهر ويعطينا تدابير ويعطينا يعني يتوقع حتى الاشكاليات اللي ممكن ويجي الجواب عليها باش ما نستناوش عاود عقدين. هنا خصها تكون واحد الجهود متكامله بين جميع الشركاء، كل واحد من الموقع ديالو خاص يكون دور ديال الاعلام خلال التحسيس والتوعيه بان هذه المراه هذه راه عندها حقوق، عندها قانون تحميها، عندها اليات وطرق باش مثلا تقدر تاخذ الحق ديالها. على سبيل المثال انه مثلا غير في مساله ديال النفقه، استخلاص النفقه، اغلب الحالات اللي تقدموا ما تيسلكوش مثلا المصادر الاخرى اللي قبل ما ندير المفاوض القضائي محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز اللي تيديروه بشكل تلقائي. كان ممكن ببساطه تمشي تما الاقتطاع من المنبع. بدعوة كريمة من بيت الصحافة شاركنا في هذا اللقاء العلمي لمناقشة موضوع يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة تحت عنوان الثابت والمتغيرات، مدونة الأسرة من خلال الثابت والمتغيرات، وكان نقاشا مفيدا جميلا حاول فيه جميع المتدخلين الإحاطة ببعض الأمور والإشادة بما حققه المغرب خلال مدونة الأسرة المغربية 2004، والآن واستجابة للأمر المولوي الشريف القاضي بمراجعة مدونة الأسرة كان هذا اللقاء، وكانت لنا مداخلة ومناقشة تتعلق بجوانب مهمة في هذا المجال، مجال مراجعة مدونة الأسرة التي نتمنى إن شاء الله أن تكون مراجعة في صالح الجميع، في صالح الأسرة المغربية
أبا وأما وأختا وزوجة، وليست مدونة خاصة بالمرأة أو بالزوج، أو فهي مدونة الأسرة. شكرا. في الإسلامية أستاذ نشناش، في الفقه الإسلامي عندنا باب التبرعات، من حق أي مسلم أن يتبرع في حياته على جميع أولاده وورثته بشرط المساواة، أن يساوي بين الورثة. قيد حياته عن ثلاثة البنات يمكن أن يتبرع عليهم بالهبة، بالصدقة، بكل عقد من عقود التبرع قيد حياته، وانتهى الإشكال، وانتهى الإشكال. وهذا موجود في الفقه. علاش أنا قلت لكم راه في باب الموارث، في باب الإرث، هناك باب الاجتهاد مفتوح بكثير من الأمور. اليوم حنا كنحتفيو بالمرأة المغربية في 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، الذي هذه السنة تزامن مع الحركة النسائية الحقوقية حول تعديل مدونة الأسرة. فعلا بعد مرور تقريبا 20 سنة على تنزيل هذه المدونة، اليوم نحن بحاجة إلى تعديلها. قد اتضح من خلال الممارسة اليومية ومن خلال التطبيق أن هناك مجموعة من الاختلالات. أقف عند واحد أو اثنين من هذه الاختلالات. النسب بالنسبة للطفل الغير الشرعي، أتحدث كذلك عن العنف الممارس ضد المرأة، عن طرد من بيت الزوجية، تحدث كذلك عن اقتصام الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية، الكد والسعاية، المادة 49، هذه المرأة التي نعرف أنها تساهم في بناء هذه الأسرة. سنة 2005 طبعاً بعد ما كنا ننتظر انخفاض نسبة الطلاق مع مدونة الأسرة في 2004 حدث العكس، فقمنا بدراسة للوقوف عن أسباب ارتفاع هذا الطلاق، فوجدنا أن أهم الأسباب هي غياب ثقافة أسرية، أي الشاب ولا الشابة ولا خطوبشة دوك يفكروا في التجهيزات من البيت من الحفل، خصوصا مع التغيرات الاجتماعيه والثقافيه اللي كاينه الان. فلقينا الحل هو اننا نقوم بدورات تكوينيه للمقبلين على الزواج. الاستاذه سعاد شنتوف ايضا الفاعله المدنيه تتسلم الدرع التذكاري، عندها ايضا قبعه اخرى ما حضرتش معنا بها، هي منسقه لهيئه المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع بطنجة. الأستاذ عصام بن علال عضو نادي قضاة المغرب كذلك يتسلم.